من بطش بني العباس. ومعلوم أن بني العباس أهدروا دماء الأمويين وتسلطوا عليهم، ودخل عبد الله بن علي دمشق فقتل منها ضحى ذلك اليوم أكثر من 40,000 كما يقول المؤرخون. ولو فرضنا أن هذا الرقم مبالغ فيه فلنقل إنها 10,000. كذلك هذا ليس بالأمر الهين أن يقتل من المسلمين 20,000، لكن هذه هي السياسة والحروب وقيام الدول، إنما تقوم قريبا من مثل هذا وعلى مثل هذا. المقصود أن عبد الرحمن خرج هاربا من بني أمية ودخل الأندلس لوحده، ثم كتب الله جل وعلا له أن يؤسس ملكا وحضارة تعاقب عليها أبناؤه وذريته من بعده، فأسس ملك الأمويين في الأندلس. وذات يوم جلس أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير والمؤسس الثاني لدولة بني العباس، فتذاكر الرجال، فهو الذي أطلق على عبد الرحمن الداخل أنه صقر قريش، لأنه قرشي من بني أمية. هذه الحضارة التي أنشأها عبد الرحمن الداخل في الأندلس كانت حضارة سياسية، حضارة عسكرية، لكنه غلبت عليه أنها حضارة أدبية. فقد ظهر في الأندلس أدباء كثيرين كما ظهر علماء، فمن العلماء كان ابن عبد البر وابن حزم رحمة الله تعالى على الجميع، وهؤلاء أثروا الحضارة الإسلامية أيما حضارة كما تعلم. وكذلك أدبيا ظهر ابن زيدون، وله الأبيات الشهيرة التي لا يكاد يجهل حفظها أحد ممن ينتمي إلى صنعة الأدب: أضحت نائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبن فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا، إذ جانب العيش طلق من تآلفنا، ومربع له وصاف من تصافينا، يا ساقي البرق غادي القصر واسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا، واسأل هنالك هل عنا تذكرنا إلفا تذكره أمسى يعنينا، ويا نسيم الصبا ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، إلفا تذكره أمسى يعنينا، إلى أن قال ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا وقدر إن شاء الوراطين، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفينا. هذه بعض أبيات صدع بها ابن زيدون وصدح، وهي من نتاج الحضارة الأدبية في الأندلس التي كان عبد الرحمن الداخل صقر قريش سببا في وجودها. هذه بعض أخبار من كان له كنى، بعض من كانت له ألقاب في تاريخنا العربي الإسلامي، وهم كثير، ومنهم المتنبي شاعر العربية الكبير، ويقال إنه سمي بذلك لأنه قال: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. وهذا الرجل تكلمنا عنه عرضا في لقاءات سبقت وبرامج قد مضت، لكن المتنبي له بصمته الخاصة في الشعر العربي كما تعلم، تكلمنا كثيرا عنه كما قلت، لكن المتنبي لقب غلب عليه حتى لا يكاد يعرف أن اسمه أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى، فقد أفضى إلى ما قدم، وقد أثرى اللغة العربية بشعر كبير، خاصة قوله في شعر الحكم: فإن لو حكما سارت بها الركبان، كقوله: أنا الغريق فما خوفي من البلل، وقوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وقوله: إن الإنسان من أعظم ما يكابده عدو ما من صداقته بد، وغير ذلك من الأبيات التي صدع بها هذا الشاعر العربي الكبير. من الألقاب الشهيرة لقب شاعر النيل، وهذا لقب أطلقه المعاصرون على حافظ إبراهيم لأنه خلد في شعره الحضارة المصرية المعاصرة. كذلك من أعظم الألقاب، وهذا اللقب يختلف عن غيره، أن لقب أمير الشعراء، فهذا اللقب ناله شوقي، لكن هذا اللقب لم يقله معجب ولا اثنان ولا ثلاثة، وإنما شعراء العرب في زمانه اتفقوا على إعطاء هذا اللقب، وقاموا لذلك حفلا، وبويع بإمرة الشعر، وتقدمهم حافظ نده الأول وقال: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. والحق أن شوقي في ظني أهل لهذا المنصب وأهل لهذا اللقب، وهو حق له، فالرجل أثر الشعر العربي كثيرا في العصر الحديث بأبيات قلما أن يأتي الشعراء بمثلها، ويكفيه ما قاله في الهمزية النبوية وفي نهج البردة وفي البائية، وهي ثلاث قصائد غرر قالها في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وله غير ذلك من أبيات ما زال الناس يرددونها، كقوله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق
وثواني. المأمون خليفة عباسي شهير، وقبله أخوه الأمين، وبعده المعتصم، وهي كلها ألقاب كانت لبني العباس، وكانوا بني العباس يحبون مثل هذا كما كان الرشيد يفعل. لكن للمأمون دور كبير في إثراء العلم، في إثراء الثقافة العربية، فهو الذي أذن بأن ينقل كتب التراجم من الحضارة اليونانية إلى الحضارة العربية. هذه أيها المبارك إطلالة لأقوام غلبت عليهم كناهم أو غلبت عليهم ألقابهم، سواء كانوا من الشعراء أو من العلماء، وقبل ذلك من الصحابة. أخذنا بعض أحاديث من باب السمر العلمي المباح المثقف لنا، ونحن نتدارس أحوالهم ونتذاكر أيامهم ونقص أخبارهم. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.